أطلقت الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة مبادرة حفظ القرآن الكريم وتلاوته لمرضى الكلى خلال شهر رمضان المبارك، حيث تقام الحلقات عن بعد لمرضى الكلى والغسيل الكلوي بالمملكة بهدف تعزيز تجربة المرضى أثناء الغسيل في شهر رمضان المبارك. للحديث حول هذا الموضوع بشكل أوسع يسعدني أن ينضم معي من استديو أبها المدير التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة الأستاذ تركي الشهراني. أستاذ تركي مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. مبادرة حفظ القرآن الكريم وتلاوته لمرضى الكلى، من أين جاءت فكرتها؟ الله يحييك مسيك بالنور تقبل منا ومنكم يا رب، اللهم آمين. بلغنا وإياكم ليلة القدر في هذا الشهر الفضيل. الحمد لله رب العالمين، في جمعية تحفيظ القرآن الكريم مدينة منورة دائما نسعد بتقديم المبادرات وكل ما نستطيع عبر وسائل التواصل عبر التقنية لكل من نستطيع الوصول له للاستفادة من القرآن الكريم. الحقيقة في شركة دافيتا تحت شراف وزارة الصحة التي تشرف على مرضى غسيل الكلى كان عندهم فكرة في استغلال وقت المريض تقريبا عبر قسم تجربة المريض لديهم، وحضروا عندنا للتشاور حول ما نستطيع تقديمه لهم، ونحن بفضل الله جل وعلا لدينا الجاهزية ولدينا الاستعداد التقني لتقديم تعليم القرآن الكريم بشتى الوسائل والطرق. بفضل الله جل وعلا بعد عدة مشاورات شكلنا فريق عمل ما بين جمعية تحفيظ القرآن الكريم وشركة دافيتا، يعني تقديم تعليم القرآن الكريم للمرضى غسيل الكلى أثناء فترة الغسيل الكلوي. كما يعلم الجميع أو قد لا يعلم البعض بأن المريض يقضي ساعات أثناء غسيل الكلى، وهذا الوقت حقيقة يمر على المريض بعضهم بآلام أو جاع بعضهم بوقت فراغ، فسعيا من الطرفين لاستغلال هذا الوقت بما يعود على المريض أولا بالتعليم والفائدة، ثانيا بالنفع حتى والشفاء لأن القرآن شفاء. فأطلقت مبادرة بعنوان شفاء ورحمة، وبفضل الله جل وعلا لاقت قبول كبير جدا عند المرضى وإقبال منقطع النظير، والحمد لله نفذت هذه المبادرة. الله يشفيهم إن شاء الله ويخفف عنهم. أستاذ تركي، كيف تتابعون مع مرضى الكلى أنتم بهالطريقة؟ طبعا حقيقة أول شيء ابتدأت الفكرة باستغلال وسائل التواصل لتقديم التعليم للمريض، وهو يعني لا يشكل عليه أي تعب أثناء الغسيل. طبعا شكل عن طريق شركة دافيتا بمتابعة أخصائيات في جميع المراكز التي وصلنا لها إلى الآن، تقوم الأخصائي بتسهيل وترتيب الدخول عبر رابط أنشأت الجمعية عبر بعض البرامج لكل مريض. نبدأ يعني في وقت معين لكل مريض بساعات محددة. طبعا البرامج مختلفة، في تصحيح تلاوة، في من يطمح لحفظ القرآن، في من يعني لكل شخص منهم طريقة في التعامل في تعليم القرآن، وتقوم الأخصائيات بالإشراف حتى تنتهي هذه الفترة مع المريض. وبفضل الله جل وعلا بدأنا بعدد قليل والحمد لله الآن ما زلنا نتوسع في عدة مراكز على مستوى المملكة. عندك إحصائية على عدد المستفيدين من هالمبادرة؟ بفضل الله جل وعلا احنا الآن وصلنا إلى أكثر من 100 مستفيد ومستفيدة دارس ودارسة على مستوى المملكة في عدة مراكز، في مركز الرياض، في مركز المدينة المنورة، في مركز جازان، في مركز صامطة، في مركز المجاردة، ونحن حقيقة نتوسع بخطة توسعية يعني محكمة حتى نستطيع أن نغطي حاجة المرضى ونستمر معهم. وحقيقة هي فعلا بدأت المبادرة في شهر رمضان المبارك لشهر رمضان، ولكن بفضل الله ستصبح المبادرة دائمة لكل من يريد الاستفادة من المرضى، ونسأل الله أن يشفيهم ويكتب لنا ولهم الشفاء والعافية لكل مريض المسلمين. اللهم آمين. هل كان لهذه المبادرة أثر على نفسيات المرضى؟ طبعا الله جل وعلا قال في كتاب الكريم ننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة المؤمنين، وقطعا أن الإنسان إذا قرأ القرآن فإن الله سبحانه وتعالى أولا ينزل السكينة على قلبه، وإذا قرأ القرآن يجعل الإيمان يرتفع عند الإنسان فيصبر على ما تصيبه الآلام والأمراض،
نعم. وحقيقة يعني المرضى بفضل الله جل وعلا وجدوا هذا الأثر على صحتهم، على إيمانهم بالله جل وعلا، وعلى هدوءهم أيضا أثناء العلاج. وأنا حقيقة أدعو أن يكون هذا شامل لجميع المرضى بجميع الأمراض يعني. نعم. المدير التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة الأستاذ تركي الشهراني، شكرا جزيلا لك.